أوقات بتفتح عيونك على الدنيا كأنك فايق من كابوس، وفجأة بتلاقي حالك بنص البحر، والمشكلة إنك لا بتعرف تسبح ولا حتى بتعرف شو سبب وجودك بداخله. أنا كل ما أضيع المفتاحك بدي يصير فيي يا عزيزي. الله بلاني بوحدي خرسة وطرشة يا عزيزي. مين على أبوك يا عرس يا عزيزي؟ ابنك وينه يا عزيزي؟ يا عرس يا جواد يا بندوق، عامل حالك مش سامعني يا عرس يا بندوق يا ابن العرس؟ شباب انتوا مش فاهمين علي، بديكم تفهموني. هذا قتل اخوي، كيف ايش قتل اخوي؟ قتل اخوي وقبضني. شو المشكلة؟ واحد فينا بخلص عليه. بقول لك قتل اخوي وقبضني، قلت لي نخلص عليه، بكفينيش اشرب من دمه. هذا هون هون بدي اشرب من دمه، لازم نلعب له اياها ونلسيها لأمه. وأنا بوعدكم شباب انتوا تضلكوا معاي، ما تخلاش عنكم، وآخر واحد بروح فيك وهو اللي لازم يمسك محلي. الشباب عندك؟ اسمع والله تنساش بكره تطلع على الساحه. خلص كما اتفقنا، تنساش تطلع معك شفره. عن غدا بكون محضر لك اياه. فينا ده ابراهيم؟ ابراهيم كيف الحال؟ ايش علوش؟ كيف حالك حبيبي؟ قلبي شو اخبارك اياه؟ كيف امورك تمام؟ والله يانا. شو داير معك؟ معطيني السكر ابعت لك شوي. طيب اسمع، بكره انا بظبط لك الامور تكون انت صاحي احسن ما يصير معك شيء. اسمع ممدوح أظن بالضبط في البيت العفوس عيال. قصدك ابن الطرشة اللي بدور عشان خير نجيب ما اكتشتغلنا ناسي يا ابن الطرشة كيف بدي يقول له. Oh.
إذا ما بدك زي السيارة اللي قبل ما لقيش شيء. كنت يا زلمة انت بقى أحسن ما حدا يكبس علينا. أصل امبارح مش مدخن طرع طاير من الصبح والله راسي مدخن. لك ايش عم تسوي وضع أخوان؟ والله يلا ايش بدي اتجوز على السيارة؟ بتضغط علينا الحياة أكتر من اللازم مرات لدرجة إنه بتخلينا ننسى مين إحنا. إحنا كلنا منعرف إن عقوبة الذنوب اللي إحنا منرتكبها دايما بتنعكس علينا أو بتنعكس على الناس اللي إحنا منحبها. حدا مرة فيكو تجرأ إنه يبدأ حياته من جديد؟ حاولتوا تمحوا سيئاتكم أو حتى تصيروا ناس مختلفين تماما؟ صدقوني أنا حاولت. ايه أغيب أخبار هاغي فضل اطلع. ايه شنو ايه نبتة فضل هاي فوت اللابتوب ميسي ها ساعة صليمة صوبة بتعرف انت بس لصي بتعملها الف منيح زودني شوية لا والله ما بقدر ازودك منيح الف الف شي الف منيح الف سكر الموضوع لسه مكتير يطلع اهلا وسهلا يا ابراهيم علينا عم وصلي هي هاي الدنيا وهاي احوالها الكبار باكلوا حصرهم والصغار بتشردقوا فيه ايه الله يسامحه الله يسامح اللي كان السبب هاي الدنيا متذكر ابراهيم لما كان ابوك يضربك امك تحملك وتركض تيجي لعنا متذكر عم ابو صالح دقيت على الباب مره ومرتين وما كانش حد يرد علي ايش وينه ابوي ابوك يا ابراهيم من يوم ما ماتت امك الله يرحمها ايش ضبضب اغراضه وسافر والله اعلم بحاله هو عايش ولا ميت على كل حال قبل ما يسافر هو خلى المفتاح عنا لو ما اجيب لك المفتاح يا
هذا ما بتيجي تنظف البيوت؟ قصدك ابن الطرشة؟ خلاص بديش ما ما جابلي خلاص حلي عديه. عزيزي أنا كل ما أضيع المفتاحك تصير فيا يا عزيزي. الله بلاني بوعدي خرصة وطرشة يا عزيزي. أبوك يا حرصة يا عزيزي. ابنك وينه يا عزيزي؟ يا عرص يا قوار يا بندو عامل حالك مش سمعني؟ زي طلع ساحة عبود جيب واحد هناك اسمه ابراهيم يكون عم بستناك. او شو مع الشغل؟ استفدتك من الشغل بس انا بقول لك عليه. وانا كيف بدي اعرفه؟ ما فيش الحال رح يعرفك. خلودة يا ابراهيم شو الاخبار حبيبنا؟ والله تمام. والله ابراهيم عم بطلع شوي لقدام بالوقت. شو عندك ولا اي فكره ولا شيء؟ هانت صاحبي كل كم من يوم كيف ما لك المحامي وبتطلع وبتتسهل بالسلامه ان شاء الله. يعني غيّة بتوصّي شي من برا يا إبراهيم؟ سلامتك حبيبنا. المهم انت تدير بالك على حالك وبدناش منك اشي كيف أقولوها. بس تعرف انه بالنسبة لحكيناها بلا كم من يوم يعني انت موقع تفكر لي بالشغلة وانا ببلش اطبخ من برا. شفت اللي اسمه؟ جزار بدي اعطيني بدل نقلي نقلتين. انت لو بتبطل تدوق السم اللي بتصفه كنت سويت مصاري بتكلاش النار وما كنتش بتعوش حالك من واحد على الشكل يهددها. مش واحد على الشكل عم بقول لك الجزار. تعرف انا في هيك موال براسي بدي اغنيه. إذا عرفنا كيف نغنيه لا الجزار ولا اللي أعظم منه راح يوقف طريقنا. وقف على باب مين خيان؟ لا شكلك طالع من السجن ودمك حامي. مش عارف ولا إيش اللي عم بيصير برا. شو يعني بدي يكون عم بيصير برا؟ أخطر من اللي إحنا شفناه جوا. إذا من الموت ما اللي زيه وزيك بطلت تفرق معي. لا ولا بتفرق يا إبراهيم. أنا بصراحة يا روح ما بعدك روح ولا الطريق اللي اخترناه أنا وياك تنتهي نعرف شو النتيجة. بس تعرف شو؟ معقول ناس صغيرة زي وزيك تروح ضياع بهالطريق. إن كان مكتوب علي بإني أموت أو أنحبس كمان مرة فمش راح أنحبس قبل ما أحقق بكل نفسي فيه. نفسك فيه؟ نفسك إيش إن شاء الله؟ نفسي بإيش؟ نفسي هيك يا أخي أنام على تخت مريح. أنام وأنا مش قلقان وخايف من بكرة. نفسي المصاري تلعب بإيدي تلعب بإيدي لحد ما الكبار تعمل لي مليون حساب. ولا كان يوم أسود معرفتك يا إبراهيم. تعرف عيبك الوحيد هو إيش؟ إنك جبان ورح تضلك طول عمرك جبان. هيك يعني؟ هيك يعني بتحكي علي وأنا بعدك مع أصحابي؟ ما هو من العشم يا أهبل. لإمتى بدنا نضل هيك؟ إحنا لازم ننسى الخوف عشان نقدر نعيش. دايما بسأل نفسي ليش هيك بديت الحكاية ولا الأحداث اللي عشتها. يمكن لأنه في حكاية محددة ولا لأنه الحدث نتيجة اختيار وقرار.
ممكن تكون مرايا لأشياء عم بتدور من حواليكو اللي خلتكو تاخدوا فكرة تانية عن عالمنا. ها هي رسالتي. بالنهاية رجعت لنفس المكان اللي اجيت منه، لأنه القصة مش قصة حكاية ولازم تخلص. القصة قصة حكاية بعمرها ما رح تخلص. بطل في سلام، هات تلوي اجرام لك بس انتكم. وين ابنك يا عزيزي؟ وينه؟ وينه ابنك؟ ها؟ ارواح احلام وفيش استسلام، يا بتروح التربي يا على السجن، نهايتك يجي الموت او اختطاف الابن. بس حكولي انه اخذوا منا وطيبه وياك. اشتغلوا على الموضوع، طلعوه من راسكم. فيش عدل براسك بس هو القتل. بقول لك حبس اخوي، قتل اخوي وحبسني. ابدني. كمل. عب الباغة نشك فردك عين الراس الطخمة هي ويني هاي شغلي رصاصة بال بالمخ. طبيعي يابا. كريستال ألماني هذا. طب قول لي شو استفادت بالآخر؟ ايه عملت؟ لوين روحت؟ لايش وصلت؟ الرجال بطلعك من الفيلم اسا بجيب محلك توم جيري. اخوك ابن عمك صاحبك راح بنفس الوقت. ولا معطر كان في معك اسكندر؟ لا بالسيارة. جيب السيارة هون. على اي مشكلة صغيرة عمالك تمسك فرد الوقت وعم بفوت واحنا عمالنا نخسر بعض. تنساش احنا على الارض. يا عرش يا جوال يا بندو عم العلب بيستمعني. بس شو الهي يا وحيد يا جامد. يا فادي شو مع الشحطة؟ طول المصاري عشان نروح ندخن. الله يلا شو مع خمسين اللي عليك؟ ايوه نسيت تصدق. خذ المية تنتين. خذ المية. كاف اوكي كمان مره.